لمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا بك أيمن. أهلا بكم، حياكم الله. كيف تبدو الأوضاع حاليا في قطاع غزة بعد كل هذه الأحداث المتلاحقة؟ يعني الواضح بأن الأوضاع هنا في قطاع غزة بعد استهداف 2 من منازل المواطنين في القطاع، وكذلك بعد تدمير مقر فضائية الأقصى، والآن نتحدث في هذه اللحظات طائرات الاحتلال أطلقت العديد من صواريخها من طائرات الاستطلاع صوب بناية سكنية كبيرة تضم أكثر من 10 شقق سكنية وسط مدينة غزة، متوقع أن يتم تدميرها في العادة بعد قليل، هكذا تفعل قوات العدو الصهيوني بعد هذه الأحداث باستهداف المقرات المدنية التي يمتلكها المواطن الفلسطيني والتي هي مفترض يعني محمية في القانون الدولي الإنساني. أعلنت غرفة عمليات المقاومة الفلسطينية وهي المكونة من كافة أجنحة المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة، أعلنت توسيع ضرباتها وهجماتها صوب المدن والبلدات الصهيونية في الداخل المحتل. كانت الاستهدافات من قبل فصائل المقاومة بداية وردا على جريمة خان يونس فيما يسمى بمدن الغلاف الصهيوني المتاخمة لقطاع غزة بما لا يتجاوز 20 كيلومتر، لكن الآن نتحدث عن ما دام هناك قرار بتوسيع المواجهة مع المحتل الصهيوني، فهذا يعني بأن مدن تبعد أكثر من 30 كيلومتر الآن ستصبح تحت نيران المقاومة الفلسطينية مثل عسقلان وربما أيمن، تحدث البعض عن تمكن المقاومة بالأمس من أسر أحد الجنود الصهاينة المشاركين في عملية أمس، هل من معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ يعني المقاومة الفلسطينية لم تتحدث أنها أسرت أو لم تأسر، إنما تحدثت عن أنها أفشلت عملية كبيرة كانت تقوم بها قوات العدو الصهيوني في خان يونس جنوب القطاع، وتمكنت من قتل مسؤول الوحدة التي كانت تقوم بهذه العملية وهو مسؤول كبير بحسب قوات العدو الصهيوني، وكذلك إصابة عدد آخر. فيما يتعلق بأسرى وغيره لم نسمع بإعلان عن المقاومة الفلسطينية بهذا الخصوص، لكن ينبغي أن ننوه بأنه في هذه الأوقات تحديدا هناك كم كبير من الشائعات تقوم قوات العدو الصهيوني بترويجها بين مواطني قطاع غزة، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى بهدف كسر الروح المعنوية للمواطن الفلسطيني الذي يدعم بقوة حقيقة المقاومة الفلسطينية في خياراتها ضد. في هذا الصدد بالحديث عن الشارع الفلسطيني وفي ظل كل هذه التحديات خاصة في الساعات الأخيرة، كيف يبدو تعاطي الرأي العام مع الهجوم وما مدى تماسكه ووقوفه خلف القيادة العسكرية للمقاومة؟ يعني واضح للغاية بأن هناك تكاتف كبير هذه المرة ما بين الشارع الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، هناك تأييد كبير حقيقة وهذا ما نلمسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، وأنا أتحدث إليكم في هذه اللحظات، إذا تم تدمير البناية السكنية بطائرات F-16 الحربية المقاتلة، وأنا أتحدث إليكم الآن صاروخين من طائرات أيمن، هل تم إخلاؤها من السكان هذه البناية التي تم قصفها في هذه الأثناء؟ نعم بالفعل، كما قلنا قوات الاحتلال تطلق عليها في البداية صواريخ صغيرة يسمونها للتحذير بالخروج ومغادرة البنايات، ومن ثم تستهدفها بالصواريخ كبيرة من طائرات F-16 الصهيونية بشكل مباشر تدمرها بالكامل. هذه المباني عادة يتم إخلاءها، لكن عمليات القصف تحدث أضرار كبيرة ليس في المبنى المستهدف فقط وإنما في الكثير من المباني المجاورة، خاصة ونحن نتحدث عن أن قطاع غزة فيه كثافة سكانية كبيرة من أكبر مناطق العالم، ولذلك تحدث أضرار كبيرة في المباني والممتلكات العامة. نسأل لكم السلامة أيمن دلول الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.